امنه في تصفيه المياه القادره ولها القدره على سقي حوالي 200 هكتار، لكن للاسف فان جميع هذه المياه التي تتم تصفيتها تذهب الى البحر وتحديدا الشاطئ الاول لبجار الذي اصبح يعاني من هذا التصرف كون هذه المياه لا تخلو من الشوائب العالقه، حيث اصبحت مياه البحر تاخذ اللون الاسود وحتى الشاطئ بدلا وحتى رمال الشاطئ بدلا من ان تكون رماله صفراء اخذت اللون الاسود وخصوصا في فصل الصيف. محطه الرفع لمياه صرف صحي، توجد هذه المحطه على مستوى الشاطئ الاول حيث تقوم بتجميع مياه الصرف الصحي للبلديه ومن ثم تضخها الى محطه التصفيه، ونشير انه عند زيارتنا للمحطه تبين ان بها محرك واحد معطل من اصل 3 محركات، والشيء الذي يؤثر على عمل المحطه. شاطئ بجار واحد، هذا الشاطئ يعاني من المياه المصفات التي يتم ضخها من محطة التصفية كما أشرنا سابقا، وكذلك وجود قنوات صرف مياه الأمطار التي تصب في الشاطئ التي تأثر منها كثيرا، كما يوجد احتمال ربط هذه القنوات بقنوات صرف صحي للسكان. المركب السياحي قباب النمل، رغم شكاوي متعددة من السكان ورغم طرح المشاكل التي يقوم بها هذا المركب من طرف المجلس الشعبي الولائي، إلا أن المشكل ما زال موجودا وخاصة بالحفر الصحية التي يستعملها هذا الأخير، حيث أن المياه تفيض من الحفرة وتذهب مباشرة إلى البحر، وهذا ما عاينته اللجنة، كما نشير أن المعني لم يقم بإبرام اتفاقية مع الديوان الوطني للتطهير، وكان من الأجدر ربط قنوات صرف صحي لهذا المجمع السياحي مع قناة صرف صحي للبلدية للقضاء على هذا المشكل نهائيا. المركب السياحي جلاب محمد، مياه صرف صحي لهذا المركب السياحي يتم تركها تذهب إلى البحر، كما أن هذا المركب لم يقم بإبرام اتفاقية مع الديوان الوطني للتطهير، الشيء الذي يؤثر على السياحة وكذلك يؤثر على صحة المصطافين. حي روبا، في هذا الحي يوجد مشكل كبير ناجم عن الفيضانات المتكررة التي أثرت على السكان وكذلك الطرقات والمباني، وهذا نتيجة صغر القناة التي تقوم بمرور مياه المصفات من طرف محطة التصفية، أضف إليها مياه الأمطار حيث في فصل الشتاء تفيض هذه القناة وتذهب مباشرة إلى الحي، لذا وجب توسيع القناة والقضاء على هذا المشكل الذي عانى منه سكان الحي. الملاحظات